أكد القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أن الوجهة المقبلة بعد الموصل ستكون باتجاه استعادة أقضية تل عفر والحويجة والقائم عانة وروى وساحل الشرقاط الأيسر، مبينا أن الهدف المقبل لم يحدد لغاية الآن وأنه سيحدد من قبل القائد للقوات المسلحة حيدر العبادي. بالنسبة لما تبقى من الأراضي اللي لا زالت تحت سيطرة داعش هي الحويجة والساحل الأيسر من الشرقاط وتل عفر وراوة وعانة والقائم، هناك إسبقيات، الإسبقيات تحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة. نحن كجهاز مكافحة إرهاب أسوة من القوات المسلحة العراقية جاهزين حسب الإسبقية اللي يحددها السيد القائد العام، ونحن جاهزين لتطهير آخر شبر دمسه داعش من أرض العراق طاهر. بالتأكيد إن شاء الله قريبة جدا سيتم الإعلان عن الوجهة التي ستتحرك إليها القطاعات لغرض تطهيرها.